يعني حيدر، من الذي يدعو لإسقاط الحكومة ولماذا؟ وطبعا يعني صدرت عدد من الدعوات تدعو لإسقاط الحكومة، جزء من لجان المقاومة يعني دعت إلى إسقاط الحكومة بشقيها المدني والعسكري، حتى إنه يعني أنتجت شعار عجيب، يعني الثورة بدأت بشعار تسقط بس، وفي اعتصام القيادة العامة أيضا عندما تم إعلان رئيس المجلس العسكري الأول ابن عوف أيضا كان شعار تسقط تاني، وهكذا. أما الآن الذين يطالبون بإسقاط الحكومة شعارهم كان تسقط جد، تسقط جد بالدارجة العربية، يعني كله تسقط جد، يعني تسقط ثالث. المهم هنالك يعني بعض لجان المقاومة وليس كلها، الجسم الأساسي والجسم الرئيسي لا يدعو لذلك. أيضا هنالك بعض الأحزاب وعلى رأسها الحزب الشيوعي، أيضا يعني تضاربت تصريحاتهم حول الإسقاط وعدم الإسقاط، لكن يعني مطالباتهم كانت يعني سقفها عالي جدا. طيب يعني ما الذي يريده الشيوعي عن عن عن, عن, عن الحكومة الحالية؟ والله هو بهذا السقف العالي جدا من المطالب، في النهاية يعني هو يأمل في إسقاط الحكومة، يعني بتلبية هذه المطالب هو في النهاية يهدف إلى إسقاط الحكومة. يعني لا أعتقد إنه يعني لو كان أصلا المسألة كما هو الهدف الرئيسي من هذه المليونية التي ستخرج اليوم، اللي هو تصحيح مسار الثورة والمطالبة بتحقيق أهدافها، لكان الأمر يختلف تماما عن البيان الذي أصدره الحزب الشيوعي مؤخرا. يعني ماذا بعد سقوط السيناريوهات المحتملة؟ هذا هو السؤال الكبير جدا. يعني شعار، أنا أعتقد إنه شعار غير موضوعي، شعار إسقاط الحكومة شعار غير موضوعي، لأنه كده يخلينا نفترض إنه الحكومة دي سقطت. الحكومة استغالت وذهبت إلى مزبلة التاريخ، وقوى الإعلان الحرية والتغيير ذهبت إلى منازلها واعتزلت العمل السياسي. السؤال لمن يلوحون بشعار إسقاط الحكومة سؤال محوري جدا، ثم ماذا بعد؟ ماذا أنتم فاعلون؟ هنالك الجيش البرهان وجماعته، البرهان وكباشي موجودين، هنالك الدعم السريع MAT وقواته، هنالك حركات الكفاح المسلح بقواها المسلح، ماذا أنتم فاعلون تجاه هؤلاء؟ هل يعني لديكم قوة عسكرية تقاوم هؤلاء وتستلم منهم السلطة ليكتمل استلامكم للسلطة؟ يعني حقيقة يعني قفزة في الظلام حقيقة. هذا الوضع المائع بحد وصف بعض الأشخاص، هل نجح تكوين تحالفات جديدة يمكن تكون أكثر تماسك من الحرية والتغيير؟ والله بهذا الشكل يبدو أنه الأمور تتجه إلى هذا المسار، يعني يبدو أنه بل هي بالفعل بدأت تتشكل هذه التحالفات الجديدة، وأعتقد أنه هذا يعني وضع طبيعي جدا. يعني هناك تحركات كثيرة من قبل الحركات المسلحة في مسألة تكوين تحالفات مع الإسلامي وما إلى ذلك، يعني حتى الآن ربما تكون هنالك تحركات مثل هذه، وبالتحديد محسوبة على حركة العدل والمساواة، لأنها أصلا يعني منشأ قيادات هذه الحركة أو غالب قيادات هذه الحركة يعني كانوا إسلاميين، يعني هو مسألة حقيقية ومعروفة، لكن لم يرشح جهرا ورسميا عن أي توجه مثل هذا بالنسبة لحركات الكفاح المسلح، حتى بل أن مناوي وهو قائد إحدى هذه الحركات يعني أدلى بتصريحات يعني يدين فيها الإسلاميين إدانة كبيرة جدا، ويعني يتبرأ من أنه يمكن أن يعني يتم التحالف معهم، هذا بشكل علني، يعني ذكره بشكل علني، لكن لم يرشح عن أي من الحركات الأخرى
ما يشير إلى أنهم سيتجهون هذا الاتجاه.